أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من هذه المباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. والآن مع انطلاقة المباراة وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، كرة طويلة إلى الأمام، ينتظرها لاعب في المساحة، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كرة طويلة للأمام، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، تحرك جميل، فرصة للتسديد، تصدي رائع جدا من الحارس، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. كرة تمر بسلام على المدافعين، يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة مقطوعة بامتياز، وهذه رمية جانبية. كرة من جهة اليمين، كرة إلى الأمام، فرصة هجوم معاكس، يمر ويلعب كرة بينية، يسعون لاستغلال المساحة الخالية. كرة رأسية خطيرة، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة، والآن الكرة ملعوبة للأمام. لمسة بينية، تمريرة، فرصة سانحة للتسديد، تسديدة. يبحث عن المهاجم. يلعب كرة بينية، كرة عرضية، يلعبها ببراعة، الله على الكرة، هدف لمصلحة الكويت. تمهل تأني في الكرة، وبعد ذلك أتم النهاية.
الكويت يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. كرة أرضية الله يا ولد، هدف غير عادي. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر، سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يسدد الكرة إلى خارج المرمى. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. وأجمل بينية. والتسديد. والكرة في الشباك. جول. استعادوا التقدم بأسلوب غير عادي، بأسلوب رائع. بدون أي فلسفة أمام المرمى. يتمكن من التسجيل. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. الكرة ملعوبة من مسافة. يحاول تمريرها من بين المدافعين، لا يمكن إهدارها. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. تلعب الكرة إلى الأمام. تمريرة بينية. كرة تمر بسلام على المدافعين. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء.
يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. يلعب كرة طويلة، مرت الكرة. يا إلهي، شوف المهارة العالية، شوف الكرة الحلوة، شوف اللمسة الجميلة. مع مزيد من الفرص للركنية، يلعبون ركنية قصيرة. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة ورواتها. يحاول أن يلعب كرة بينية، تحكم مذهل بالكرة، وصلت إليه، تسديدة في اتجاه المرمى، الكرة داخل الشباك. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. يتقدمون بفارق هدفين الآن. بالتأكيد نلاحظ مع حضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف الذي أراح البعض وأصاب البعض بكثير من الجنون. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يلعب كرة على اليسار، يمر ويلعب كرة بينية، عدت الكرة، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعبها إلى الحارس. كرة طولية إلى الأمام، يلعب كرة بينية، لمسة بينية، كرة عرضية على أمل إحراز هدف. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. الكرة تسديدة من أول لمسة، الكرة في المرمى، جول. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. سيستبدل في هذه الأثناء. انظروا الآن إلى ردة الفعل من الجماهير، انظروا إلى كمية التصفيق والوقوف تحية لهذا النجم الكبير. يا لها من لحظة تؤكد على قيمة هذا النجم وكمية الحب من المشجعين. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. إبعاد ناجح للكرة، كرة جميلة، فرصة للتسديد. تمريرة جميلة، كرة لا تصدق. بإمكانه إبعاد الكرة، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. يمكن اعتبار هذا انتصار تكتيكي، تعامل بشكل رائع مع تغييرات المنافس حتى وإن ساندهم الحظ شوية اليوم. يا لها من عودة.